إن وطننا على موعد وشيك لتدشين عهد جديد من الأمل والتطور في كلف الأخوة والديمقراطية الحقة التي سنؤسس لها بمناسبة انتخابات 12 ديسمبر الجاري. ورغم الأهمية القصوى للموعد الانتخابي وأياً كان الفائز بسباق الرئاسيات، فإن المكسب الأساسي في هذا الظرف الاستثنائي يتمثل دون أدنى شك في عدم انكسار الشعب واستعادة ثقته في مؤسسات الجمهورية التي تظل واقفة وفعالة في كل الظروف والأحوال.